بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين. ذكر وإن كان الحديث فيه بعض الضعف، ولكن العلماء أجازوه واستحسنوه لعظم الفضل، عظم الفضل الموجود في هذا الحديث. وقلنا مرارا وتكرارا أن الأحاديث الضعيفة معمول بها في فضائل الأعمال، وهذا رأي جمهور العلماء، ومعمول بها في كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح. وكثير من الأحكام الفقهية قائمة على أحاديث ضعيفة، لأن ما فيش نصوص صحيحة. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك. الإمام مالك بيحتج بالأحاديث المرسلة، وله أحكام فقهية كثيرة قائمة على أحاديث مرسلة. وأيضا الإمام أحمد وغيره من الأئمة عند عدم وجود نص صحيح، فكانوا يقدمون الحديث الضعيف على مصادر التشريع كالاجتهاد والاستحسان والاسترسال والمصالح المرسلة وغيره من المصادر. ولما يكون ما عنديش نص صحيح بلجأ الحديث الضعيف، وهذا مشاهد في الكتب المطولة من الفقه. اللي يفتح كتب الفقه ويقرأ سيجد أن كثيرة جدا من الأحكام الفقهية قائمة على أحاديث ضعيفة. يعني على سبيل المثال، من أحدث وهو في التشهد الأخير قبل أن يختم صلاته يعني بثانيتين ثلاثة، صلاته صحيحة ليس أي إعادة، لأن في هذا حديث ضعيف. من أحدث وهو في التشهد وأخذ من الإمام أبو حنيفة وكان يفتي بهذا، على سبيل المثال، على سبيل المثال ليس الحصر. لكن فما بالكم بقى في الفضاء الأعمال، فجائز جدا جدا يكون معنا حديث صحيح. الحديث بيقول إيه؟ من قال في الصباح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ثم قرأ ثلاث آيات أخيرة من سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، وكل الله له 70,000 ملك يصلون له حتى يصبح، وإن كان قاله في المساء وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون له حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيدا. شوف عظم هذا السؤال. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى تقول هذا الذكر صباحا وتقوله مساء، أساس آية الأخيرة من سورة الحشر فيها كثير من أسماء الله، من أعظم أسماء الله الحسنى. وربما هذا لجعل هذا الذكر بهذه الطريقة له هذا الثواب العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يوكل لك 70,000 ملك يدعون لك ويصلون لك طوال اليوم، لو قلت مرة الصبح مرة بالليل، وإن مت في يومك تموت شهيدا، تموت شهيدا أي تكون بإذن الله من أهل الفردوس الأعلى، وتكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني ما يعني من يريد أفضل من ذلك؟ هل هناك شيء أفضل من ذلك؟ صواب عظيم جدا. فنحن نتعلق بهذا السؤال، فأنا هكتب حضراتكم هذا الفيديو، هذا الحديث بالسند بتاعه تحت الفيديو، يريد كل واحد منا يحفظه ويقوله مرة صباحا ومرة مساء، عسى أن تموت شهيدا، أنت نال منازل الشهداء. وهذا ليس بين الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيريد كل واحد منا يواظب على هذا الذكر، فعسى يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يوكل لك 70,000 ملك يعني يدعون لك ويصلون عليك طوال اليوم، كم حسنة تاخدها؟ كم أي كم من المغفرة هتحصله؟ 70,000 ملك، لو كل واحد 20 حسنة 30 حسنة اضرب ملايين الحسنات مليارات الحسنات، وكم عظيم المغفرة غير أن أنت تموت شهيدا. قولوا قول هذا، استغفر الله.